العالم السنة دي هتكون لأنها بعد الأولمبياد فليها طبع خاص شوية. عدد المشاركين كبير جدا، في كل الأبطال تقريبا اللي شاركوا في الأولمبياد موجودين في البطولة. طبعا متوقعين إن شاء الله تبقى المنافسة شرسة لأبعد الحدود يعني، بس احنا ان شاء الله يعني احنا مجهزين من اول السنه، كنا بنشتغل على الاولمبياد وعلى بطوله العالم. يمكن غيرنا الاستراتيجيه شويه بعد الاولمبياد ان احنا بمشاركه عناصر جديده كتير باعمار صغيره، ودي ان شاء الله عشان يبقوا دول الذخيره واستثمار للبطولات اللي جايه كلها ان شاء الله. يمكن امثال عبد الله حماد، عفيف، حسن مصروه، بلال، مازن، زكي، كل دول اول مشاركه لهم في بطوله العالم. يمكن كان في المشاركه الوحيده اللي هتبقى ان شاء الله مقرره كانت سجان وعبد الله وعبد الرحمن مصطفى، بس طبعا عبد الرحمن للاصابه مش هيشارك في البطوله، وان شاء الله تتعوض في البطوله اللي بعدها باذن الله. انما احنا ان شاء الله كجاهزيه وكامور فنيه ان شاء الله كله على ما يرام، وان شاء الله جاهزين تماما للبطوله بشكل كويس ان شاء الله يعني.